Good morning. Good morning, sir. How are you? صباح الخير. You fine? Yeah. Why today too late? يعني. No. Huh? Seven. يا سلام. Why يعني؟ ليش؟ Not late, sir. قولي والله. والله. يلا أوكي يلا. كن كتير. أوكي. يلا 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 يلا. أبي سبون. يلا نوري سبون غرب الله تدوج. السلام عليكم. صباح الخير. صباحكم الخير والنور والرضا والسرور. يلا هير يلا الدور هذا حوثي. How are you, my honey? Fine, thank you, sir. You feel good? Yes, I feel good. You sleep good? Good, I sleep. Thank you, حبيبتي. Thank you, thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دواء وعلى الله شفاء. ريت الحين بتي بعد شوي بتي الحين بتي بعد شوي بتي لا يتولى يعبت دوايه هي والله يستونا ترياها هب الدواء هذا العصير اللي انا ضاري اشربه في صباح الخير اقول لكم ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين اليوم ترى شيء سياره دبي هناك بيكون غداي عندي شغله بيكون غداي هناك ان الله جعلنا من الحيين ان شاء الله موضوع زين للجماعة كلها للمهتمين في الموضوع هذا بيكون موضوع عقاري وفيه للمهتم بيكون وايزي واللي ما له اهتمام في الموضوع هذا ترى نحن الحمد لله رب العالمين أنا أرضي جميع الأذواق هل بالزراعة وهل بالطبخ وهل بالأكل وهل بالسفر وهل بالسير وهل بالجي يعني متنوع مواضيع متنوعة من كل قطرة أغنية من كل بستان زهرة شو ماله؟ حق شير كله؟ أقول لك هذا ترى اللي زارعين نحن دور ما دار الشير هذا دور ما دار النخل هذا سوداني اللي هو حد يسميه سبال حد يسميه سوداني وحد بعد ما أدري له اسم في الإمارات أنا ما رو مطريه ما في الأول طريتك هم مرة كلوني لا ما حد يقول هذا الاسم ولو كان ما حد يقوله وما حد يطريه وأزيد ما طريته لا تطري قلنا إن شاء الله هي والله لي يقول وين ساير وين ساير هناك اللي هنمو زارعين قبل داهز نقدر هناك نشوف اللي هناك اللي هناك تعال تعب طالع وحده برويكم زارعين من زمان طالعوا شكايل إنتاجه أنصح بزراعته فيصيرون يأخذونه من عند القراشية تاخذ من عند القراشية شيء السبال روحه اللي هذا سمبل الفول السوداني تاخذه عاد ما بمحموس الني تاخذه بدون حماس الني هذا وتزرعه ويظهر منظره قاوي ولذيذ وشكله زين وناجح ومفيد وتاكله فريش طازه من تحت امهاته شو صورته هنا في القصيم زارعين بساتين تغني عليه زارعين منه ويظهر نتحرى ما يظهر عندنا في الإمارات شو ما شاء الله ها زرعنا تحت النخال وما شاء الله تبارك الرحمن يغني علي مكبر حمد يلا كامل شلها من تحت ها شوف هي بعد انفضها عادة الله هي شوف الله عليكم هذا فول السوداني إنتاج أبوظبي مدينة محمد بن زايد افتح واحدة حافية هذا أبوي تزرعه أبوي بذر إنه ضروري يكون ني شوف الله عليك مال الدم زين بسرعة عادة تحرك طعم بعد الثاني بسرعة عادة هذا أبوي سهل تصير عند القراشي وتأخذ منه ولا سوبر ماركت ولا أي مكان بعد يلا كل منه شوف الله عليك شوف ما زين واي زين وينزرع في كل مكان تحت اليلي للنخيل تحت العوام أي مكان ينزرع منطقة قاوي وجميلها ها شكر ريج شوفوا بالله عليكم هاي توها ظاهرة أبدا زرعتها سهلة شل من هذا تدفنهن في كل مكان تدفن وحده ولا هنتين ها ويضرب أبدا في خلال 5 أيام 6 أيام يضرب تشوفه في قديم مكوش مسوي لب ويه عكروش خضر مسوي لك كل شيء خضره يبرد على النخال
ويبعد الأمراض وزين وفنان ومغذي ونظيف، وبدال ما تزرع شيء اللي ما بزين الأول يزرعون أبوي في المداحي هاي، واللي تشوفون هنا البقاح يزرعون مسيبلة ويزرعون أبوي يزرعون كل شيء يعني الأول تحت النخل لجل يكون الفائدة حي وحاي وبيع مسابح، يعني منه الري هذا تستغل منه النخلة تستفيد، والباجي حق الدبش وحق الحلال. ونحن أبوي زرعنا هاي اللي تشوفونه سوداني له اسم معروف ما برمطري، لا بد ولا عذر من تهوية البيت في الأسبوع 3 أو 4 مرات يتفتح أبوي الدراج، يدخل هذا يسمون هذا التور، يتم مكانه حق يظهر له أبوي يدخل ويغدي المكان، يعني المكان يغدي تبل الهبوب، يعني ما يستوي كنديشن وحجرة أو صال أيا كان حجمها كبيرة صغيرة ما يستوي المكان المغلق، لازم يدخله اللي هو صبح ومساء ويتدخن ويتروح ويتخبط ويتشل الزل ويتمثث من تحته ويتنظف، هذا ضروري ضروري على كل حال في كل بيت، ما يخط في أسبوع ما يسوى 2 أو 3. ونحن إن شاء الله الحين أنا عادة في الوقت هذا من يبرد الوقت وهذا تستوي اللي يرسخاري الطبيلات وين القراجات هناك نيلس تفرش اللي محمد تسوي لي جلسة جميلة تكون فنانة وايد فنان الجلسة اللي هناك، وأيلس هناك نحط الكراسي شيء كراسي خاري نظهرهن فقط في الشتاء من كراسي شيء من حطب محطوطة جاياتني من جماعة من زمان مكمل سنة، وكل سنة يمثثون ويعدلون يغيرون ريوهن ويحطونهن يحطون لهم بسط ولحف وهذا وفراش راشف ويقدم غاويات تحرهني داد لنك ودوم يجلس هناك، واللي بيشوف الستوريات مالات العام وعام الأول في مثلها اليوم قلت لها لما محمد قلت لها يوم بيعديك اليوم بسير تبينه ذهبوا للمكان اليوم في الليل أجلس هناك من عقب ما صلي المغرب والعشاء من عقب ما يم الجم أجلس خاري جلسة جميلة. أسبوعين أقولكم سارت أم محمد، أسبوعين سارت أم محمد الدمام، لكن يا أبوكم ضعنا غدينا ما نسوى شف طعام، كل البيت فيه البلات وفيه الحريم وفيه حريم العيال والبيت الحمد لله ما عليه قاصر، لكن وجود عمود الخيمة غير، يوم توجد راعية البيت يوم توجد راعية البيت في البيت يسد وجودها، لو 200 مساعد منزلي ولو 200 جليس ولو 200 آدمي في البيت غير عمود الخيمة ما يستوي، لازم العمود، الباجي كله مطنوب كله مطنوب، يا غير العمود الخيمة واحد في البيت هي ربة الأسى لله رب العالمين، يعني شيء من البيوت وجود رعيته وعدمه واحد، وجود راعية البيت وعدمه لأنها تصبح اللي الحرمة اللي تصبح مبخورة، الحرمة اللي ما تنتبه للعيال ولا تنتبه للبيت ولا تنتبه حق الريل ولا في ترتيب سامانه ولا علم ولا خبره، والحرمة من يجبل الريل أقبلت في المدخن شو تبي؟ أي دري بابا وانا شي خصني شي اللي دري خربت علي رمستي ما تشوف تسبت رتشب ليت ما تشوف تسوي غرب الله تخربت علي، فأقول لكم حد من البيوت يعني الله يهدينا ويهديهم الحريم إن كانت موجودة ولا ما بموجودة ما ينحسبها لأن ما في تغير تصبح مبخورة، لا تهتم في مطبخ لا تهتم في سامان لا تهتم في راشن كلا وما كلا وكل شيء لايط بالبيت، كلام اللي يخبركم عنه هذا من واقع يعني مش من إن شاء الله تقبض شو الكهرباء إن شاء الله يقبض شو الكهرباء، أقول متعني خلي يجي هذا واحد رجال يسوي ليش أنتي نزيل. أقولكم وجودهن وعدم واحد شيء منهن، الحرمة لها تأثير قوي على البيت وعلى اللي يشتغلون في البيت وعلى العيال، وتأثر حتى على البنات يشوفن هالقدوة يوم بيشوفن اللم تصبح وتمسين بخورة ولا صدع وديان ويلبو ولا صك وحك ويا العمال، طريقة معاملة توي الخدم طريقة معاملة توي الدريولية ويا الناس ناقمة الإيران بيغدون لشراتة، هي هذه ضبع والضبع ما تخلف الا ضبع، الضبع ما تخلف الا ضبع.
لو كان اللب جيد لكان اللم يشوفونها تصبح تمسي تلاقي بيشابهونها أكيد. أخص حد من الرياييل بعد من يشوف الحرمة غافلة ولا حالة نفسية تعبانة ولا ما بصاحي لازم بعد ينرفزها في السير والجاي لازم بتبق. لكن بعد الحرمة نفس الشيء ساعات الحرمة من تشوف الرجل مجبل ولا جاي ولا ساير ولا حالته النفسية تعبانة بعد انزين العيال شو ذنبهم؟ شو يخص العيال الوقع والصدع والديانة هذه قدام العيال؟ ليش بتقولي له ولا بيقول لي دخلوا حجرة وقفلوا على عماركم وكل منكم يغسل شراع الثاني؟ لكن قدام العيال هذا منقود عيب. شفتوا السطوط اللي بينهم جسمة ملح؟ هنمون تازمون. اللي ما شاف السطوط يوم يتجاسمون الملح يشوف الحرمة والريل يوم يضاربون قدام عيالهم. جسمة الملح بين السطوط هنمونه يوم يتجاسمون الملح هنمونه صدعه. شفت الصفافير هنمونه قرقعوا 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 سوق صفافير قم عاد أرمس كل هالدنيا متلابجة. فمنو اللي يتضرر؟ منو اللي يتأثر؟ العيال ويأخذون نفس سلك اللم واللب وخلاف ويا عوايلهم ويخلفون على أحفادهم وعلى والدنيا ماشي. ترى سلف ودين هذا كله سلف ودين. لكم 10 أيام حيختفان والله يا أبوكم ما كأن عايشين ويج البيت بقى مثل ما قلت لكم بيت ممزور أباد ممزور بنيات وشباب وأولاد وبنات وعالم وسائر. لكن غير عن وجود ربان السفينة ما يستوي. يستوي بين الريال وحرمته وعيان يتداكن الوعيان في البيت يا غير. والحياة يوم خوب ويوم خراب. لكن مثل ما قلت لكم اللي يخرب الموضوع الوقعة قدام الصغارية الوقعة قدام العيال حتى لو كانوا كبار حتى لو ما كانوا يهال حتى لو كانوا في سن كبير. يعني صك والحك قدامهم مرة ما يعطي معنى. ما في شرات المصارحة بينك وبين هالبيتك بينك وبين عيالك. لازم يكون في مصارحة واتفاق وتمشون عليه. ما يستوي هذا منكم داس عن الثاني اللي يوزل واللي ما يوز. ترى سترك وغطاك والليلك في الدنيا من عقب الله. سترك وغطاك هذه هي الملاذ الآمن. يعني إذا في شيء في خاطرك خبرها هذا ما يوز هذا يوز والدنيا تمشي. راجبها محول ما يستوي. ترى لازم الحياة هالنمونة يوم خوب يوم خراب يوم عدل يوم مايل. ما عليه بتفهم بتغاضى ما بلازم صدعه وصك وحك كل يوم كل يوم نجرتم وحده. الله العظيم الحمد لله على كل حال. المهم أبويا برق نحن بيتنا هال10 أيام قاعدين كنا أيتام. معلوم البيت فيه ممزور لكن قدينا كنا أيتام. هذه من الهمبة اللي ما نسيناها أول ما حطيناها عقبها ب10 أيام قصيناها. هذا اللي خبرتكم عنه شفتم ظهرت 3 مكانه من غير الرابعة كل شيء نتوقات تحت. الحين عاد تصير تتقوى هي من تحت. شوف ما شاء الله خبرنكم أنا طريقة وايد ممتازة. لكن من تحت التطعيم شوف هذا فوق التطعيم كله. اللي تحت التطعيم أي نتوقات تظهر أي شيء يظهر يشلونه ما يخلونه وها وتصير ما شاء الله. لا تستعينون الحول الحائلة إن شاء الله أنكم بتشوفون الثمار إن شاء الله. لكن ضروري عسب ما تصير كبد السماء. هي والله عاد حشرتكم لكن شو أسوي عادة طامضيني. هاي جديد الباحث سوينها هاي الباحث سوينها. شو هاي العصارة اللي لازم أنك أنت تحافظ عليها عشان ما تيها البكتيريا وتيها الفطريات وتيها الدنيا هاي كلها أمور الدنيا. أقولكم اللي عنده في بيته سدرة وعنده محب يحب حد من هالبيت محبه لازم تحب هالبيتك يعني نو بتجيب في بيتك يعني. فلازم تجيب أبوي قرب السدر الحين. ريحة اليباب غادي هذا الورد مفرخ وغادي ريحته ما شاء الله تبارك الرحمن من أجمل وأخير الروايح. الحين عاد موسمه الحين موسمه هذا. كل اللي عندهم مزارع الله يعطيهم المفروض أن يودون هاليتهم حاليا قرب السدر تروحون الريح اللي أنا أروحها حينه. سبحان الله تبارك الرحمن يا الله يا رب ترحم اللي العام كانوا يتروحون هالشيء والسنة ما لحقوا عليه.
وتخلي ان شاء الله اللي بيظهرون وبيتروحون وبيعيشون هالعيشه اللي نحن عايشينها يا الله يا رب، انك تطرح البركه فيهم وفي نسلهم وبذرهم وتبارك في الناس كلها. هاي ام غزي المفله، هذا ابوي مدينه محمد بن زايد لاقاني، هذا ابوي غزي المفله حليل الحليل ذكر من ساعتين. واللي جايبينها ابوي ترى الحين نسمعهم منين ابوي بخمس نثايه وذكر يا وصلنا ابوي، ترى ابوي وصل دريو لكم يا ابوي نثاتين وذكر وثلاث لين الحين ما جابهن كما خطف بهن تدا السوق. ايه ليصل العلم عاده. ايه حب تقولون ما قلنا لكم، ترى يا ابوي لنا في دمكم ثلاث نثايه الاخواتن. ابشروا ابشروا بالصراحه. فيك راقد انت؟ وين انت عيال بشاخرك اليوم؟ وين قريب صراحه انا بسير دبي يا سترياك؟ يلا متوات بعد ايات اليوم من البارح ميوبات بايت ابوي عليه الكنديشن ينفخ، توقعت انه بيصبح ابوي متيبسات لك الحمد لله. حيات ترهن يا ايات ابوي من عند العرب هايل، نورت الدنيا محل نحام كنا هذا هو هذا. المهم شكرا جزيلا على هالطويرات. شو ريوكم بنكم اليوم؟ هذا ابوي ريوب اليوم الجيمات، هذا ريوب اليوم الجيمات الله يحفظكم. لازم هو يا الجيمات ولا خمير ولا شباب ولا محلة، ولازم وياه هذا من التراث يا باجلة يا دنقة ويا لوبيا، واحد من هالثلاثة ما يستوي اثنين مع بعض، باجلة أو دنقة أو لوبيا. واللي ويا عاد هذا رئيسي رئيسي، هذا قانون شرع، لكن هذا شيء خيار يا شباب يا خمير يا محلة شمشمو فلزي رقاق منزق كل خير بلالي كل شيء البلالي طول خبيص والأشياء هذه حنسوي يوم حد يتهلع عليه ولا فريد يعني اللي الله كاتب إنه يستوي، لكن هذاك وقت التهليع، لكن هذا طريقة يومية. وهذا القانون موجود ما بلا عندنا كل هل اللي أنا أعرفهم في بضبي جماعتنا ودبي والعين اللي أنا أعرفهم، يعني لازم هذا يوميا كل بيت في حد ما في حد مسافرين موجودين، هذا قانون الدلة والريوق لازم في كل بيت حد فيه ولا ما حد فيه مسافرين مهاجرين وين يبون يسيرون، لكن عن الدلة وموجود أبوي في البيت في حد ولا ما في حد البيت لازم، وهذا التلفزيون أبوي كان يجالس ولا ما حد لازم يشتغل على مكة مكة ولا المدينة مكة ولا المدينة كل يوم هذا. هي والله هذه الأشياء القانونية يعني أشياء قانون البيت دستوره دستور البيت لازم أبوي في حياة لازم في حياة ما يستوي تغلج بيبانك وتسير. ها هي والله حين تريه صلاح يا مرحبا بالمجبلين صلاح وربعة سالمين مرحبا مرحبتين مطرقة وشلابين مرحبا بنور العين مرحبا دبل ساعدها بصنق الحبل. ها 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 ما يسوى عليك انت هالترحيب كله بغيت تتكود يب خليه يقبضك انت خليه يقبض لحد يعني ليش ما تخليه يقبضك ما تتكود صلاح اي ها ليش ما تقبض بيدي وتيلسه انا بجهوي عليكم انا بجهوي صلاح يلس حبيبي يا مرحبا يا مرحبا ابو احمد يا مرحبا ابو احمد جود مورنينج يا صلاح جود مورنينج Good morning. حنا ذا خير. حنا ذا. Good morning. أتو. Good morning too. شو بلا؟ شو بلا؟ تعال عناية. شو بينك وبين صلاح؟ لا شو بلا؟ تعال. شو بلا؟ لا تقول أنت واجد كلام واجد. تعال. خلاص رضى عليك رضى عليك. تعال يلسو حين تيلسو عندنا يلسو عمنو. منو وايد كلام صراحه؟ ماذا يا ابو حق روحه؟ خبيلي يتكلم روحه هو. الا تقول انت كلام مو تقول بالعاده ما
ميمي يا اخو امي وادي متوش دبي شي خص دبي قال كذا كذا كلام يا ربي حتى تذكرهم تعالوا تعالوا لا لا زين ما علي الحين يوم يجون صلاح 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 لا تستكذب على الوادم الحين يوم يجون ما يبون بيزات الوادم حد يذكر حد ويرمس وياه ما يعطيه ما يبهنسه صلاح دهان السير ييري غير دهان السير ما ييري لا بد من دهان السير آمين. بدون دهان السير ما تمشي الحياه عطني واعطيك شو التحرر التعيه هي اللي ما يعطي منو يشاهده والبخيل منو يباه واللي ما يندي منو يشاهد ويهه هي والله امين الناس ابويه للناس وكل بالله دهان السير ييري هي والله لا بد ولا عذر الحنايه اليوم غداي ابو بيضه طماط تعالي ياي حنايا ايه بابا ايه ام الحنايا هاي بيضه طماطنا نحن المميز خبر شرقت فقيره بيضه طماط وخس وخيار وعصير رمان بيضه طماط مالنا نحن مميز ما اقول عنك شيء مميز نسبه الطماط 30 البيض 30% والطماط 70 هذا اللي تشوفينه بيضتين وثلاث طماطات لو اربع ويهاد يسووني غالي فنان والله وايد فنان اخ عليك امانه هوا هوا يوم عاد الدله اليوم الرماني الرماني الفاتح وفنايلنا قنبو كازوة كازوة بوية بنية وكازوة بعد عنابية وكازوة زرقاء والارضية بيضة وفيها شيرات مزرايات وعدالي ارنب ابوي قرمت اليزر كله لأرنب أبوي ما خلت يزر لعبة الكرم كرم 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 منو يحب يأكل اليزر والخيار والخس غير الأرانب معقول يعني هذا ما يسمعني حين اللي أنا رمسه شو بقرة فيه دوام يعني هي بقى بسير البي وبرد بحيني يلا مع السلامة عادي يلا مع السلامة زين بس انت يا رب تزعلان مني حاسدني على سيرة دبي سعدك صبر انت حاسدني على سيرة دبي انت على مية شوي سبعي زين ما بالحين خلي تخوز كورونا تخوز كورونا وخلاص بس يلا السيارة ادرد السيارة يلا زين صلاح شو الأخبار شو علومك مني منا ما شيء لا ما لا شيء لا هني ولا هناك يلا مع السلامة يعني تحطون الحزام ولا ما تحط الحزام لازم حزام صلاح لازم الحزام قول وين الماسك وين الماسك وين الماسك ما صلاح جود جود شو يعني سيارة حلال صلاح ما في مشكلة لكن يوم بتنزل بتنزل دكان ولا شياته البس الماسك وين الماسك اشوفه هي اشو راوني راوني اي تعال هاندوك هاي الماسك حقك لا لا حق هاك ماسك حق باب صلاح عندي خلاص خلاص اي ها وليش هالعصبية زي الله مع السلامة ما صلاح زي حط الحزام حط الحزام الحزام والله شيء بوليس زخو صلاح ترى ما طاعي يلبس حزام انا ما بك يا بوليس زخو صلاح زخو شرطه يقول صلاح فري اخو انت يا ربي منو المينون منو المينون منو المينون المينون من ليش تقول عن اخوك انا مينون شكرا 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 ما عليه شكرا مع السلامه قلت توبه هي يلا مع السلامه سوري هي انا اخوك تقول لي مينون بتقول مينون مره ثانيه لا 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 بزعل عليك يلا مع السلامه الله يحفظكم تو انا اقول في هارفي نيكلز تذكرت خالد الخالدي قبل سنتين في لندن يقول اقول حق التاكسي ودني هارلي نيفيكلز ما يطيع يوديني يقول لي وين هالمكان حيدون الفيديو ها الله يذكرك بالخير ابو محمد بحاطي لكم اياه الحين بحياتي ما شد قلت التاكسي ودني هارلي نيفيكل
وداني على طول. ما شد قلت التاكسي بحياتي ما شد قلت التاكسي ودني هارلي نيفكل. يقولون ما قلت لكم هذا أنا، هذا أنا بكامل هندامي. شوف اليوم بعد كم ما تخيس الكندورة بتسند السيارة وين ما يبين الخلاف يوم بيصير هاك براويكم. إيه والله والله أني فنان غاوي وما حد شرف الدنيا. ها أنا في هالمكان، في هالمكان أبوي في نصك أنت يا دبي دار الحي. إيه يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم. إيه والله ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه والله يفايدين يقولوا لي والله أنا أبو ما شفت خير. هين عم ما شفت خير هالنمونة، هالنمونة شيء بلا في هالنمونة. منو اللي منكم لي منكم شاف حد شيء بلا في الدنيا العود على هالنمونة غير نيويورك له اللي يبقى. ونيويورك من لك 600 سنة مستوي وبعدها ما وصلت هالمواصيل. هالبلاد ما شاء الله في 50 سنة قدت أبوي وزادت على نيويورك وغير نيويورك. والله كله تعظم الأمور. هي نعم عظم الأمور أكثر عن هالنمونة شيء شيء في الدنيا العودة. والله غير نمونة مشكلة كبيرة يعني دبي أزمات مشكلة كبيرة حاليا. ما يحيلك تشوف شيء وتمدح ويعيب كل نهار ثاني شفت شيء يبيع ويشتري فيه. هاي مصيبي والله مصيبي. شو بعد مصيبي؟ مصيبة كبيرة يعني. ما يواحيلك تشبع من شيء إلا ظهر نهار ثاني شيء آخر، وكل شيء خير عن الثاني وكل مبنى خير عن غيره. والله نظلينا روسنا دارت، روسنا دارت. يا ربي يا دبي دورتي راس اللواد حين نحن هلها، نحن هل الدار شي دارت روسنا. قم عاد حين فتش تسمونه من لوحله. هي والله يوم شيء جديد وما شيء يشابه الثاني. ما في شيء يشابه ربيعه ولا يشابه اللي قبله ولا ها هاي هالنمونه ما شيء وحده شراته في الدنيا العود. ما شيء هالنمونه يوم بتصد ولا انها ما في شيء متشابه يعني. ما في شيء يشابه الثاني، ما في شيء تقليد ولا شرات الثاني شو ولا شرات. كل شيء غير. يا ربي زادهم ابوي، زادهم ابوي بينون بتين العرب بتين ابوي. بس بس ابوي خذوا استان شوي، استان استان يومين ثلاثة على الأقل ولا سنة سنتين حق العرب تتفكر تعرف ترتاح. كلت البلدان اللي من غير ما أكل عمرها ما بعرف أبوي شو تسوي شو ما تسوي. عيزة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تلفون الكون كله، كل الكون تتوقعون بتلقطون هالنمون أشياء. ترى ما حد كثر يلف وسار ويا والله يا أبوكم يا هالنمون ماشي، هالنمونة ما شيء ولا أي مكان في الدنيا العودة هالنمونة. هي والله شيء جميل في منتهى الربح. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ كيف أنت؟ الله يحفظك. من الريال؟ محمد، حمد المنصوري. والله مليار والنعم. في ذمك الحين أنت شفت مول هالنمونة ولا مركز تجاري في الدنيا؟ لا والله بصراحة ما قد شفت مثله. مول جديد وفي نفس الوقت عند فوقك ريتز كارلتون يعني فندق معمول وعلى مرتب نظيف وانت موجود فيه. الله لا خلانا من الله يبارك في حياتك. سلم شرفنا بشوفك. وين ساير؟ ساير والله عند بنغاطي. زين نحن نفس الشيء ترانا. ترى انت اللي قلت لي تعال نشوفك. لا خلينا من بارك الله في حياتك. الله يسلمك. المميز في مشاريع اللي في دولة الإمارات من مولات من فنادق من ما تلقى شيء عادي. كل الرقي اللي في الدنيا حتى طريقة الأكشاك، طريقة ترتيب الورود والزهور، الممرات، الرخام، البرسلان، كل شيء جميل في منتهى الروعة. نحن جايين الله يحفظكم عند هالمكان عند الأستاذ الفاضل وليد الزرعوني. من ندخل ونسولف ونخبركم إن شاء الله. ما نبتدي وندخل ونتكلم بمعطيات والمعلومات عن المشروع اللي نحن سارين له. وليد الزرعوني صديق وأخ قبل هذا كله، ومع هذا لازم أخبركم عن اللي أنا أثق فيه وفي ذوقه في استشارات. يعني ما بلازم الواحد يشتري ولا يبيع ولا يكون عنده بيزات حق يشتري حين، حتى نظرة مستقبلية استشارات كلها بلاش. يعني مستشار عقاري، نعم مستشار عقاري ما شاء الله عليه تبارك الرحمن. هابريح خدوم كم قد سويت لتغطيات، أنا عشرات التغطيات في خلال الثلاث الأربع سنين اللي اختفن عشرات يمكن أكثر عن 50 إعلان ييته، وكل الناس اللي تعامله وياه من أروع ما يكون فرحانين ومبسوطين. خذوا عقارهم وخلصوا وثوالهم تسهيلات، عطاهم النصح والإرشاد في كل كبير وصغيرة. نعم
وحتى اللي ما يبي يشتري حاليا يبي يشتري الحول الحائلة عقب سنة عقب سنتين يروم يتصل فيه ويقول أنا عندي المبلغ الفلاني، بيخبركم حتى عن طريقة ادخار المبالغ، كيف تدخل المبلغ، كيف تشيل شيء من فلوسك وتيود، حتى لو شيء بسيط، حتى اللي عنده دخل محدود ما بلازم يكون راتبك ملايين ولا أميات، لا لا، حتى لو بهانس ترفع شيء وتخلي شيء، ترفع شيء وتخلي شيء، ما بلازم تتفسفس فليساتك كلهم، ماشي اشارات العقار. روحي تعال يا تعال. ما باه انا ابو زاق. هي هذا الريتز كارلتون. هذا الريتز كارلتون. انزين. فاينانشال. انزين. وهذا هنا كله اللي تحت الشوف. هذا المكان اللي نحن فيه، شو اسمه هذا؟ هذا المول. هي. وهذا شو اللي وهذا اللي داسلنا الشوف. الشوف. ما حب يقول حق شيء، الله ما شاء الله تبارك الرحمن تستاهل. ونحن نبغي نتمشى في هالمول الفنان، لقطنا هالرياضة تعرفنا أول بادي انت منو أخلاف بتشرح لنا. صالح العقربي الرئيس التنفيذي لدي اف سي للعطارة. هي شو هالمكان اللي نحن فيه؟ هذا طال عمرك مركز تجاري اللي هو اسمه الجيت افنيو. نعم. افتتاح مؤقت الحين ان شاء الله. سوفت اوبننج. سوفت اوبننج ان شاء الله. نتريا على ان شاء الله بدايه السنه ويل هاف ذا جراند اوبننج. حاليا ما شاء الله يعني عندنا لوت اوف كونسبتس موجوده، عندنا فود هول اوريدي مفتوح، عندنا كارفور مفتوح، وعندنا سم ريتيل يونتس اوريدي اوبريشنال، فنتمنى ان شاء الله الناس تي وتشوف تو اكسبيرينس ا نيو ثيم ان دبي ان شاء الله. ما شاء الله يعني مول ضخم، يعني عباره عن كم مساحته، كم طوله، كم عرضه؟ طوله تقريبا كيلومتر. طول المول هذا؟ طول المول تقريبا كيلومتر. هي. والبيربس از تو كونكت اول ذا بيلدينجز مع بعض ان شاء الله، فاول ذا بيلدينجز وذين ذا جيت افنيو كلها كونكتد. هي فعندك المباني التجاريه، المباني السكنيه كلها كونكتد ما شاء الله. اللي جالس يصورني محمد الفلاسي، هذا هني شو قابل كمبني، شو هذا مدير محمد مدير المول، هذا مدير المول بكبره. قول والله في ذمتك. سلام عليك. شاك اخ محمد كيف انت؟ الله يسلمك. ترى اللي قبل هذا صورناك وانت طياس صور ربيعك، هذا راك دغيله وحكت عيال. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ الله يحفظك. الله يسلمك. كيف انت؟ شو هالمول؟ شو هالمول؟ ولا طول بعمرك، هذا اسمه الجيت افنيو. نعم. هذا الجيت افنيو طول حوالي كيلو متر. هي. ممتد من مبنى البوابه. نعم. تدي اي اف سي. هي. طبعا في عندنا حوالي 230 محل ما شاء الله، والحمد لله الامور الحمد لله ماشي، يعني عندنا الحين عندنا حتى كارفور فتح، وعندنا كليك اند كولكت، وعندنا وير هاوس جيم جيم ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله محلات كثيره مثل الفاشن في اف ام بي. كم استأجروا، كم أجرتوا، كم نسبة التأجير عندكم اللي صارت؟ حوالي 70%. تبارك شيء، إقبال أوادم ساير جاي وعلم وخبر. الحمد لله رب العالمين. إحنا حتى في شيء بعد يعني الحلو في الموضوع، إنه بعد اللوك داون عقب ما فتحنا في شهر 6 الإقبال استوى كبير جدا على الجيت أفنيو. لأن الحمد لله الجيت أفنيو اللي يميزه إنه هو كونكتيفيتي. في عندنا المباني هذه كلها اللي على شارع الصقوق وشارع المستقبل. هذه منو له هالمبنى؟ هالبناء يعود منو له؟ هذا طول بعمرك المركز دبي المالي العالمي. والله مال الحكومه يعني؟ الحكومه. نعم. حريت مالك انت وياي انا اسوي اعلان ولا سياسه؟ طول عمرك احنا بعد ابوي ترى الموضوع هذا ما باعلان ولا شيء، هذا بالصدفه تلاقيت ويا الرجال هذا والرجال هذا. ها نحن سايرين ابوي ترى عند بغاطي سايرين حق اعلان، ولقطنا ابوي المداره مال هاي يتمشون روحهم. ولا وازيدكم مشعر بيت، نحن بعد هني مسوين في عندنا جاينا امر ان نعطي سعر خاص حق المواطنين. يستاهلون فعلا، يعني ليش؟ لان فعلا نحن نشجع المواطنين اللي يبدون اللي بيفتحون بزنس. نعم. زين. نعم. بيحصلون هني اوفرات موجوده. الله يرحم والديكم ويعطيكم الصحه. الله يقويكم ان شاء الله ويعطيكم العافيه. زين، هذا قلت لي حق منو؟ حق حكومه دبي. حق الحكومه يعني. نعم. شكرا جزيلا. سلم على ربعك وعلى صدقائك وعلى الاداره الصغار والكبار على الناس كلها. الله شكرا لك، خليتنا تسلم الخالص. الله يحفظك. مع السلامه حبيبي. شكرا. يا ربي. لا مولات، لا نيويورك ولا سنغافور ولا الصين ولا اليابان ولا اي بلد في الكون، والله يا ابوكم كلكم انتم تعرفون اني صادق في الحديث، ولا مول منهن يسوى ربع مولات اللي موجوده في الامارات، والاخص حين هالمولات الجديده اللي تشوفونها ما شاء الله مساحات كبيره وتنسيق في الفراش وفي الرخام وطريقه البنيان والاكشاك. شو بقولكم؟ شيء في منتهى الروعة تبارك الرحمن. هذا ترى ما يم فراغ، هذا كله بدراسة. شوف الله عليكم التنسيق، هذا كله يب دراسة ويب تنسيق ويب عناية ويب ما بخذوه فقلوه، لا
كله يب ترتيب جميل، كله يب جميع الماركات ليه في الكون كلها موجودة عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن، وايد المكان زين. فأنا شجع كل اللي وادم حب اللي يقبضون فرات ياعدة على مول واحد، لازم يغير آدمي، ما بلازم يصير مكان واحد، يغير من مكان لمكان من مكان لمكان. لا إله إلا الله، هالمكان بيع بس صواطير سجاجين، حشي أبوكم كل سجاجين. لا إله إلا الله، هي والله أول مرة بحياتي أشوف مكان بس يبيع سجاجين، هي والله هذا هم عيبني لفت انتباهي، أكيد إن أشياء مميزة. وهذا اسمه ما أعرف شو اسمه هناك، شيف سبلي، شيف سبلي اسم هالمكان، كل السجاجين عنده سجاجين. ها شوفوا ترى هذا ما بإعلان مني روحي، شيء لعيبني بغيت أربيكم إياها، سجاجين بحق هالمقانيس اللي بيصير اللي حقها حق هالبطيور. وينكم يا هالبطيور؟ وينكم أبوي هالبطيور؟ ها كل واحد يبغى يحط له في مخلاته نمون ولا نمونتين، جرن الغزال وجرن السبال وناب الكلب وناب الذيب وكله موجود عندهم. يلا هذه طالة عماركم تفيزيره مع الاخ العزيز وريد زرعون. يلا ابو محمد كيف حالك؟ خير الله يسلمك. اعطيت الجماعه ابوي نبذه طويله عريضه عنك. الله يجزاك خير فقط. الله يبارك فيك وريد زرعوني، كلنا يعني نبذه صغيره عنك انت كوليد زرعوني. ان شاء الله. الرئيس التنفيذي لشركه دبليو كابيتال للعقارات. نعم. مؤلف كتاب اسرار المستثمر العقاري الذكي. دخلت مجال عقاري من 2007، يعني كملت تقريبا الحين حوالي 13 سنه. نعم. في هذا المجال معتمد ومرخص من التنظيم العقاري في دبي، ومعتمد عند اكثر المطورين العقاريين من ضمنهم شركه اعمار دبي العقاريه، بنغاطي، الشركات الثانيه. ما شاء الله عليك. نعم. واقدم استشارات عقاريه مجانيه للكل. جزاك الله الجنه، الله ياجرك ان شاء الله. جزاك ان شاء الله. التصوير هذا حي وحي وبيع مسابيح، شوفه على 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 المديل هذا، هذا الله يحفظكم من سنين، شيء حرمه لابس الحيول من الرزق لين الكوع، وتلقى من الحرمات وخرخش وخرخش خرخش خرخش، ست حيول لابسه، ما حد قالها عليك بالعافيه، ما حد قالها تباركتي، ما حد قالها شهزين، اخر شيء يوم فقدت الامل تحسرت عنيديها، ها كانت تقول يا مهرة يا مهرة هد العيل على امه، هد العيل تخرخش الحيول، شاف العدل حرمات الحيول، قال لها ملبوس العافيه وتستاهلين وبارك الله في من يابهن والحمد لله باركوا لها. وحين الله يحفظكم نحن نرمس ويا الريال ولا عرفنا كم مدى الخبره اللي انت فيها. 14 سنه ابو محمد. 14؟ نعم. تبارك الرحمن يا الله يحفظك. 14 ما شاء الله. ابو خالد. نعم. ابو خالد احنا صد جداي على ابوه، اقول لك ادري بكم بني لك بعد شويه حبيب. اقول لك الله يسلم، الحين المشاريع العقاريه كثيره وايده العقاري. نعم. لكن انت تسويقك لشيء بسيط، ليش السبب ليش مقل في التسويق؟ شوف يا ابو محمد، انا اليوم قبل ما اسوق لاي مشروع اول شيء اتاكد من الشركه العقاريه، هذا المطور هل عنده مشاكل ما عنده مشاكل، سمعته طيبه في السوق، مسلم مشاريع قبل، المشاريع اللي سلمها قبل عليها تشطيباته زينه، عليها مشاكل، وعقب اتاكد من المشروع نفسه اذا كان معتمد مرخص كل هذه الامور، وعقبها اسوق المشروع. ولا مثل ما قلت مشاريع اليوم وايد، بس انا احب اسوق المشاريع المعتمده، المشاريع اللي انا عارف ان الشخص اللي بيحط فلوسه في هذا المشروع بيستفيد ان شاء الله، لان اذا استفاد بيستمر وياي، بس اذا خسر ما راح يستمر وياي. ونفس هالكلام انا قلت للمتابعين قبل ما تلاقوا وياك. الله يسلمك. تستاهل كل خير. وليد الزرعوني ابو خالد، شو العرض وشو المشروع اللي نحن جايين نتكلم عنه؟ المشروع يا ابو محمد اسمه بنغاطي افنيو. اللي هو هذا. اللي هو هذا، نعم. زين، عباره عن شو؟ المشروع عباره عن دور ارضي محلات. نعم. 5 أدوار مواقف و27 دور. ما شاء الله. غرفه وصاله، غرفتين وصاله، و3 غرف وصاله. وين الموقع؟ مكان الموقع وين؟ الموقع جداف. عند فندق الماريوت. نعم. عند نادي الوصل ومستشفى لطيفة. يبعد المشروع 3 دقائق إلى 4 دقائق عن منطقة برج خليفة. هي. المطور لهذا المشروع شركة بنغاطي. نعم. بنغاطي غنية عن التعريف. نعم. بدأوا في المجال العقاري في 2015. نعم. طرحوا 35 برج، سلموا 31 برج. تبارك الرحمن. خلال 5 سنوات. ما شاء الله. فأنت اليوم مطور ما عليه كلام، الموقع جدا مميز في وسط دبي. والاسعار والعرض اللي مسوينه اليوم بعد شيء من الاخر. وليد الزرعوني. وليد الزرعوني. يلا. الله يعزك. شو ما
المعلومات بعد عن هذا المشروع بالذات؟ المشروع هذا يا ابو محمد قيد الانشاء، استلامه ان شاء الله في شهر 12 2022. مسوين عرض الحين بنغاطي خصم 25% على سعر العقار. هذا العرض من عند بنغاطي. نعم. في عرض ثاني من عند وليد الزرعوني، اللي هو اي شخص يشتري عقار عن طريق المكتب عندي، نعم، سواء في هذا المشروع او اي مشروع عقاري ثاني، يدخل السحب على نيسان بترا 2020. زين، كم منو اللي فاز قبل في السحب اللي قبل؟ حطينا اول شيء شقه، اي، وفازت فيه وحده من الخوات من السعوديه، تستاهل. السحب الباف نيسان فازت فيه وحده من الخوات من العين، ما شاء الله. السحب الثالث ان شاء الله بيكون في تاريخ 5/12. الحق ما تلحق، الحق ما 2020 بعد. اي نعم. زين. شو بعد تخبرنا عن المشروع؟ الحين بنتكلم عن الاسعار، نعم، وعن طريقه الدفع ان شاء الله. ابو خالد، قبل ما تخبرني عن الاسعار، موقع وين يدور؟ لا بالشرح التفصيلي، يعني يبعد عن المطار كم، يبعد عن دبي مول كم؟ منطقة برج خليفة 4 دقائق، وعن مطار دبي أقل من 7 دقائق. أيوة. الموقع عند مستشفى لطيفة ونادي الوصل، يعني في عين الماء، في نص البلاد يعني. نص البلاد. أيوة. كم بالنسبة جاهز منه؟ لا، المشروع دخل مقاول قبل شهر. أها. فنسبة الإنجاز تقريبا الحين يمكن 7%. أها. يعني شغالين يعني. شغالين، نعم. إن شاء الله. زين، شو بتخبرنا عن الأسعار؟ الأسعار طريقة الدفع. قبل ما أتكلم عن الأسعار أبو محمد. نعم. هذا حسابي في الانستغرام. شرح كامل عن المشروع موجود هنا في الهايلايت، تلقى مكتوب بنغاطي أفنيو. أها. شرح كامل عن المشروع وزرت المشروع وصورت المشروع. ومشيت من أرض المشروع لين منطقة برج خليفة وحطيت التايمر. إنزين، لك أنا ما عندي هذا المالك مال الانستغرام. بنحط لهم الحين الرابط، يرفعون الشاشة. يدخلون في حساب. شو عن الأسعار؟ طريقة الدفع غرفة وصالة. إنزين. سعر الشقة زاد رسوم التسجيل قبل الخصم 781,000. إنزين. سعر الشقة زاد رسوم التسجيل بعد الخصم 586,000. نسبة الخصم 194,000. ما شاء الله. عند توقيع العقد تدفع 81,500. إنزين. وعقبها أقساط شهرية من شهر 11/2020 لين 12/22. إيه. 6,735 درهم شهريا. نعم. وعند الاستلام يا أبو محمد تدفع المبلغ الباقي اللي هو 316,000، يا تدفع كاش أو تأخذ تمويل عن طريق البنك. إنزين. هاي بالنسبة للغرفة والصالة. غرفتين وصالة بعد نفس الشيء. السعر قبل الخصم 1,100,000، عقب الخصم 842,000، يعني نسبة الخصم 277,000. هل حق للغرفتين؟ غرفتين وصالة. عند توقيع العقد 116,000، أقساط شهرية 9,600، وعند الاستلام 455. كل المشاريع اللي كنت سويت تغطيات عند وليد الزرعوني من 4 سنين، كل سنه مرتين وثلاث واربع اي انا اسوي تغطيات، كل التغطيات، كل المشاريع اللي يقوم فيها مشاريع معتمده ومرخصه ومضمونه. تفضل. المشروع طبعا هذا ابو محمد ملك حر لجميع الجنسيات، معتمد ومرخص من التنظيم العقاري وله حساب ضمان. نعم. يعني المبالغ اللي يدفعها المستثمر تدخل في حساب الضمان الخاص بالمشروع. في وين؟ دائرة الأراضي والأملاك. يعني ما بعند زيد ولا عند عبيد. دائرة الأراضي والأملاك. فاليوم أنت كمستثمر حفظت حقوقك، لأن المبالغ تدخل في حساب الضمان. وخلاف. وعقب المبالغ هاي تندفع للمقاول. متى؟ على مراحل الإنجاز. شكرا جزيلا. العفو. الناس الريئة، يقولون المصريين يسمونهم الناس الريئة. أراويكم الناس الريئة. يا ريئ أنت. عامل إيه عسل؟ لي أنا، إيه رأيك؟ الله يخليك إن شاء الله، ويحفظك ويبارك فيك ويرزقك من حيث لا تحتسب. أنت الروائي اللي في الدنيا كله. ميت فل وعشرة. الحمد لله. إن شاء الله ربنا حيوديك مصر، ويوديك لي أحسن من مصر، يوديك بيته، بيت الله اللي أهم عن الأولي والتالي. شكرا. اسمك إيه؟ من إيه؟ من مصر؟ دمياط. أقدع ناس الدمياطية. مية مية.
رجعنا لأم محمد. محمد يا دمياطي ازيك؟ الحمد لله. تحية من محمد الدمياطي لأهله في مصر. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ الله يصلح حالك. في اقدع من المصروة؟ لا والله الحمد لله. وانت اخواتنا برضو يا حبايبنا واخواتنا برضو. الله يخليك يا عم محمد. الامارات ومصر دولة واحدة. الحمد لله رب العالمين. مبسوط؟ الله يزيدك يا رب. مبسوط هنا في الامارات؟ مرحبا بك يا عم محمد. شكرا وان شاء الله لنا لقاء. شكرا يا حبيبي. شكرا مع السلامة. هتوريني ايه؟ اوريك ابونا الشيخ زايد رحمة الله عليه. ده ابونا ده. هذا الصورة الشركة حطتنها ولا انت؟ انا حطيتها لي. يعني بلا معايا 8 سنين الصورة دي ما بشيلهاش من على اي من على اي مصبر كبوه. الله يبارك فيك ويرحمه ان شاء الله. شفت انت اهو؟ انا بس الاول دليل يعني. الله يبارك فيك. هذا دليل ان احنا البلد ديتي هي وش الخير علينا وش السعد. ابو الكل هذا الله يرحمه. بس رحمة الله عليه. ابونا مش دي ابونا ونتشرف بيه في اي مكان بنروحه. وما فيش ما بيقولش احنا اماراتي وانت مصر. احنا كلنا عرب في الاول وفي الاخر. بارك الله فيك. ده زعيم العرب ده. الله يخليك. نعم الزعيم نعم. بتاع العرب كله. رحمه الله عليه. ولو غير كده ما تكلموش. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. مع السلامه يا محمد. سلامي لدمياط باللي فيها. مع السلامه. يا ابراهيم ابويا على حسك عاد انا ما اسمعك حينه. اقول لك ابوي اسبوع ثاني انا مقصر عليه. اقول لك اسبوع هذا الخميس بنبات في الفغيت فندق الانتر كونتيننتال لك حاي خالك خاطر تصير هالخميس. هي مرة توكل على الله ابو محمد. بنبات الخميس ترى في فندق الانتر كونتيننتال في الفجيره في الفغيت. انزين وبنخلص شغلنا ويوم الجمعة معزومين الضحى عند جماعة بيودون عين لوريعة وبنقيل عندهم وبنسول وبنعين من الله خير. بعقب الغداء بنصير فندق حاجزيننا في الفجيرة بنبدل وبنصلي بنعين من الله خير. بعقب مسانة بيكون في دبي مول. من دبي مول أنا برد بوظبي بضوي وانت تضوي العين. شو رايك؟ التلفون انت طول على التلفون. خلي إبراهيم 80% ولا 100%؟ لا 100%. سير وتخبر. الله انت ابو ابراهيم مشكله بعد. ايه شو بقول لك يا ابو كاظم يغني بعد. زين ابراهيم انت بتينا ابو ظبي بتشتري ويانا لو بنتلاقى وياك هناك. والله انا افضل ابراهيم انك تشتري ويانا من ابو ظبي عشان سوالف وضحت نسوي سنابات حق اللواد ونضحك وعندك دونك الناس كلها بتخبره وين ابراهيم وين ابراهيم وين ابراهيم وين ابراهيم. هذا ابراهيم يتحرونا من الزاعلين. لا الله لا يجيب الزعل ان شاء الله. انزين شو شانع شو قلت حينه؟ انزين يوم الخميس اترياك تسع تكون عندي موجود. انزين انا تراني اليوم يا ابو ظبي. كيف يعني؟ كيف يعني بيع عند الشباب هناك على المغرب بقول بضبي إن شاء الله. شو شغلة عندك؟ ماشي بس يعني عند الشباب والله من متى يقولوا لي تعال تعال وقلت يلا اليوم فاضي. شبت فيهم حريجة شو تباهم الشباب ترك بات يوم الخميس شو تشجي عمرك انت هالكثر؟ لا أحلى عاد أنا موضوعك ما دريت بل الحينة وحينة شو قررت الخميس ويانا؟ إيه وياكم خلاص توكل على الله. يلا بارك الله فيك. يبارك فيك شايت باب العين؟ هي خل واتشار وفندال ولومي خضر ولومي يابس. والله من عيوني بس لك الجبرة بايب لك اياه والله. من جبرة ما بابا من بيتكم يمي عن خيل والدنيا حليل. وين عذنها خل وين عذنها أبا خل حولي من عند قوم امك ماشي عندها امي حليلها امي ما تحب الخل بعد ها. أبوي هاي الها أنت ميوبة. نحن وصلنا أبو ظبي ها ميوبة أبوي الباقة هذه من عند هاي العرب وميوبة بعد باقة من قير بعد من عند هاي للعرب. عند هاي عبد الحميدة أبو محمد محل ليبون فلاورز. شكرا يا محل ليبون فلاورز على هالورد.
بارك الله فيكم وانتم بعد هايين، شكرا جزيلا على هالورد. هذا ورد بنفاخة شحنان وغاوي ماشي شراته. انا ابوي ما اخذ جديد، هذا ابوي كله مال العام، البسط هاي لاك والفراش الخضر ما ادري شو الكتان والترتان، وهذا كله مال العام، كل ابوي كان هناك. وهذا هني الكراسي كلهن ابوي اظهرناهن من الطرف هذا. ابن ابوي ما شيء طبيعي ولا شيء انا مسوينه، انا توني انا جاي يعني من دبي. ومحمد اظهرت ابوي الكراسي كلهن الحين بيخطونهن بينظفونهن. ها؟ احلف. اقول لكم هذا الكراسي هذا تشوفون نظفوهن عدلوهن. العام هي روحها صابغتنهن. والله ما اخذ ابوي صبغ، قلت ما اخذ قلم صبغ بس الصبغي والبشكارات. ها شوف حتى الفينشينج مال خدمته والله انها مفروض ان ما يتمشى لها معاش. اي والله شوف شي فنان. ها هاي جلستي تازم مركب هذا شرات، هاي يركب دور ما دار حياب، دور ما دار حياب وقت الامطار والغبرات والهويات. وتازم هذا الكوار وموجود على ما تشوفون بالحطب والدنيا. ها شامبي السلام عليك. عليك السلام، شو الاخبار؟ الحمد لله. شو علومك؟ شو تسوي؟ ترتيب صفيات. انزين يا افتح لي الباب. هاللي قلنا لكم عنها طلبة زار، هاي لهم طلبة الزار، سود غرابيات يسمونها الغرابيات. هاي الغرابيات، هاي الغرابيات. ابوي غز الوغده ما يدانيني بعيشة الله، من يشوفني أزم مزاج. ترهن اتحرى حد من التفريشن، ترهن ابوي روحني غيرن الريش وخلاف روحه ينش وينقط من يد ويديد. هذيل مالهن يفرشن هاك الغاوي. اي والله حليل هاي، شوف هاي بالله ما زينها، ما زين الطويرات، وما زين الديجات، وما زين الحلال، وما زين الخير، وما زين الراحة. اللهم لك الحمد. يوم تعطيت ماي صح؟ ثلاثة. اليوم الاثنين لو ثلاثة؟ اليوم الاثنين. اليوم الاثنين ثلاثة والأربعة والخميس ما تعطي. يوم الجمعة. هي ثلاثة أيام ما شيء ويوم شيء. يا ويلك إن عطيتك اليوم. وقولي هلكم دائما وقت تمشية الزراعة لازم اللي تشوفونها منقط تحت هذا خلوها شرفوك كلها بخير ما عليها باس. أي شيء تشوفونه هذا كله ينشل، هذا كله يضعف الشير. يضعف هذا كله يتلقط ما يتخلى شيء منه. هالتبرعيم الصغار هو يضعف يتخلى بس سالي فوقها. اللي يصير فوق هذا هو الزين. اللي برع من فوق النقض هالي يدير. لكن أي شيء تحت ها كله ينشل ما يتخلى. ها كله يصير فوق. على ما تشوفون. اللي فوق تنظير هذا الجديد هو اللي يتخلى. لكن التنظير اللي من تحت كل ما خليت مجال اللي تحت ينظر هذا ما شيء فايدة فيه. هذا هو اللي يضعف الشيار ايا كانت من الشيار. هذا اللي يتخلى لي فوق. واي مكان يتشاف هل يابس هذا كله يتكسر بمقص. قرب اللهتك قرب. لو كان عندي مقص ما بحتد هالكثر اتاخر انا يرح صبيعاتي. لو كان عندي مقص هذا قصيص اروح لازم يقطع بيخوز انا. شامبي شوف اي شيره فوق منقط فوق هذا كله زين. رقم واحد لين هذا تيب هذا تطعيم. اي شيء تحت شوف هذا هذا كله شيل. هذا جنقلي هذا ما لين فوق. هذا تطعيم فوق خله زين ان شاء الله. شكرا يا شامبي. وينك تعال ياي. كم من يوم انا مخبر انك والله اني قايل لها شوف الحين هاي فوق منظره فقيره تبغي تصير في قو ما برايمه. ليش؟ لان تحت الجنقلي هذا التطعيم. هاي الجنقلي ها خلاه الحين القوه كلها صارت في اللي تحت ودرت اللي فوق. ها هذا من التطعيم ما فوق يتخلى. اللي تحت التطعيم لازم ينشل لان هذا التطعيم اللي ما بزين. هاي الجنقلي الزين هذا ليه فوق. شو مشكلة مال انت؟ ان شاء الله انت خبر كل يوم خبر؟ رب اللهتك. فترة والثانية المكان اللي بنزرع فيه زراعة جديدة شد مسمود من زمان. ها شو قال الحين؟ تجلب الارض من يد ويديد تتجلب فوق تحت
كان فيها بكتيريا ولا طفيليات ولا عفن ولا شيات تتصلح وتبعد مره ثانيه. شوفوا تحراه بضاعه، تحراه بضاعه يا ابوكم ورس ومحلب زعفران التحرى ابوك ما بتربى ما شاء الله تبارك الله. هي بارك الله فيك بارك الله فيك. شكرا شكرا يا شامبي. الحين الواد اللي غير شوفوا ليواني هاي اللي هناك مسموتات هاي تدرون شو عاده؟ هذا كله حنبل يواني حنبل يواني مسموتات. طول فترة أبوي القيض اللي خطف يصيرون أبوي قوم شامبي وقوم رشيد يلقطون يليمون أبوي حنبل ويبونه. هذا كله حنبل حنا نطعم منها الغزلان ويوم بتينا ذبيح ولا شيات نطعم منها. يخلف طعم اللحم 180 درجة، يخلف طعم للحمة كانها خروف ولا تويس بتطعمه من 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 الحلم من الحنبل يومين ثلاثة عشر أسبوعين ثلاثة تختلف طعمة الحمته 180 درجة. يغدي الحمته كانها مسج. نعم رحمة الله عليه المر النيادي متعلم من عنده أنا المهرة هذه يوم يموسم القاف ويا وقت الحنبل طرش ابوي عمال هي ليمون اللي في الشوارع يمزرون بخاخير عنده يوم بيجي وقت السمر كذا الامثال طرش ابوي عمال وتموا ليمون بيواني ويكودون بخاخير حق الشو حق الدبش بالقرموص مال قرموص السمر. تخلف حسب شي طعم للحمت عزبة قوم النيادي السنين هاي اللي اختفت في التسعينات و2000 وسنة 2002 و2005 هاك الايام يوم نسير عندهم عزبتهم بين الداليبه المقصوص الحمت دبشم تحراها مسج مسج تحراها غير نمون سبحانك يا رب. وهو قال لي ما يعدل اللحم الا قرموص الغائد السمر قرموص السمر وحنبل القاف. نعم يليمون بيواني يمزرون الدنيا تمزيل ويطعمون من طول الموسم. شو اسمك؟ كم مره يروح يجيب انت هذا كيس من هناك؟ هذا 15 يوم هذا شكل روح كل يوم جيب 50 40 20 ايه بارك الله فيك مشكور مشكور. قول 300 و لا تخب ها ها قول 30 بس قول 30 لا حد يصير يطلبني 30 قول 30 ايه ابي حد يصير يطلب الدني نفسه ولا شياته انا بعد عندي حلال حليلي وانت زاهب ما تناشى ما تروحين هو الغاد اقول لكم ليه فيه بعد والله الان ليه في الدنيا كلها فيه والله وين اسير ها سر تبعك ايه ها سر مرب الله هل خلا سر منك مرب الله ها 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 ظل عنك هل خلا اقول لكم ها الان ليه في الدنيا كلها فيه متسلط علي سلطه. اليلسه وزهبات يا غير طالت اعماركم بعدهم ما حطوا البسط والمطارح والاشياء هاي ها. هاي اليلسه العاميه هي نفسها لو يهن لو العاميات ما اختلفت. وهذا ها كرسي عدنه وهني بيكون كرسي صلاح وشيء يعني بعده هذا كل يتحيى. انزين انزين رب الله تبعد ام السنة ام حنايا ام الحنايا ام الحنايا ام الحنايا وير ار يو ان ذا كيتشن بيج كيتشن يلا زين اقول هذا كله يتحيى هذا علم ما تشوفون دوابه وزهبه حد يقرطس وحد يحط ستيكرات وحد يصب وحد يزل والدنيا مطرج. ها شوفوا زهنا وزهبه الحين لحد يتفلسف يقول ليش بالجيك ترى نايلون الجيك نايلون اذا الدهنه حاره هذه مثلجه الحين الدهنه من 48 ساعه ها. وهذه الدهنه ايش قال صافيه ايش قال صافي شرات الذهب هذا حين يبتدي التسويق عاد من بكره
الارقام كلكم تعرفونها والطلب طلبي كيف تعرفون تطلبون وهذا على ما تشوفون ما فيها نسبة رطوبة ولا 1%. ولو بتكمل سنتين ما عولت الدهنة قرنتي لو بتكمل وريحة تمسير يومين تروح تعرف انها ذواد على بطن وظهر على بطنها وظهرها رقم واحد ها. لا فيها رطوبة لا هم من الله لا عندك لا إليك أبدأ رقم واحد. Thank you girls. Thank you حفيظ. Thank you. الخلطة والمكونات عمرها أكثر عن 36-37 سنة على هالمنوال. كل من وقف مريل حطينا مريل ثاني. من هاي من هذاك الآن إلى هالآن. والحمد لله سوقنا ماشي والترتيب ماشي. وهاي هي غيرها ماشي. إبزار خدمة البيت الإبزار العربي اللي تعرفونه والدهنة. وهذه الطريقة من سنة دقيانوس. يلا thank you girls. thank you ملحناية. thank you بطة. thank you فيليبينو. رشيد thank you. أقولكم كل شيء معدلها. ما زال العمل مستمر. thank you بطة. ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا يا حفيظ. يقول تعتزل الخلاصة روحها هذه الخلاصة الحين معتزلة روحها والدهنة الحين تركض على هذا الحين شوية فيه دحان مالت الابزار الحينه لازم تتخلى وتفلحها ليه بالباكر ردوا على كشفوا عنها وصبوا الباجي هذا فيه أكثر عن 6 منن لو 8 منن هذا وهذه الخلاصة الحين ما تشوفونها هذه رقم واحد واللي ياخذ نحن ترى الدهن والاشياء نعطيه قوطي ولا قوطيين من الخلاصه اي نعم هذا فوق البيعه بارك الله فيك يا بطه ثانك يو واللي تخبروا عن الخلاصه نحن الخلاصه مالتنا نمضيها زياده على اللزوم على سبتي ما تغدي غبره لازم نمضيها زياده عزم لاجل الناس اللي من غير ما يخلط القطر الخلاصه لونها بني فاتح نحن تغلي بني غامق السبب لاجل ان نحن نمضي الدهنه فتبطي نخلي على ضوء قاصر 3-4-5-7 ساعات اقل ما يكون هباب الضوء ما تلحق الدهنه ما نشلوطها وتطابخ وتصير تحترج وتغلي لا هالنمونه برا سبتي تبطي ريحتها وريحتها تغذي فنان وتفوت تقتل الروح مصير يومين تغسلها عنيك تغسل يك 4-5 وديات بصابون وما تفتش ريحة الدهنة ليش؟ لأنها ناضية وناضية بالراب ما بمال هوي تشلويط فلذلك نحن نعطيه خلاصة هاي حق شو تصلح الخلاصة أنا بخبركم فالخلاصة طالت عماركم يوم اللادمي يبي متحل على ديات ولا الحيمات مشواية شي يسوي؟ الحمة كان هالحمة ولا دياية الحمة الدياية ولا الحمة طير ولا الحمة الهوش ولا الحمة حوار اللي هو يخلون قطيع صغيرون هالمزار فنيال تقريبا ولا ربع ولا خاشوقتين ثلاث افركوها بالحمة حطوا شوي بزار وياها كركمة اللي هو المهم 30% أو 40% من مكونات الخلطة يعني من الخلاصة افركوها على الحمة ودخلوها في الفرن ولا شوها بجدر ولا بتنور تعال تروح هذا اليار السابع بيروح ريحة المشواي اللي عندكم في البيت مبل السمك فقط للحم والدياي أو لقاعة الجدر كيف في قاعة الجدر يوم حمسوا بالزيت العادي حمسوا البصل يوم أحمر حطوا له خاشوقة وحدة من كنت يشو يا الخلاصة خاشوقة وحدة وجلبوا البصل زي ما زين وتبوا عليه العيش بدال ما يجلبون العيش على بصل سوكة روحه خالي ولا بصل حمسة بصل روحه خالي لا عقوا عليه العيش تروح هذا عقب وان بغيتي شيخ أكثر يوم البصل طرنشات هذا الحلقات طرنشات حلقات شيها سلايسز يوم يتقلى زي ما زين ولا شياته ينحط في قاعة الجذر حطوا عليه بالخلاصة بعد ويا البصل وشخلوا عليه ما بلازم مشغول يكون لحم ولا سمك ولا دياي حتى المشغول على بطاط مشغول على علي واللم يلا شي غدي أخير حتى عن اللحم هي والله مشغول بس علي واللم حد يسوي مشغول علي واللم والطماط حد يحط بيليان وطماط وعلي واللم ويسوون عليه مشغول والله
ما يحمسون البصل اول شيء بالدهن الطيبه، اول شيء بالزيت العادي، يوم بيحمر البصل حطوا عليه خاشوقه صغيرونه من الدهن الطيبه وطشونه من الخلاصه صفوا عاد عليه العلي واللملم مقلى شي طرنشات غلاض يكونن، ويا البيليان ولا ويا الكوسه المقلاه، يصفوا في قاعه الجدر وخبصوا ويا الخلاصه ويا البصل المحموس، جلبوا عليه العيش وخلوه يسكر على ضوء هادي 45 دقيقه. شو يا ابوكم اخير عن لك 600 اكله والله العظيم يا ابوكم.